أقول لكل المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا إن شاء الله، كله فرحة وسعادة بمن الله ونعم الله علينا. وهذا العيد يسمى يوم الجائزة ويسمى يوم الفرحة، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وهذا يوم العيد، وإذا لقي ربه فرح بصومه يوم القيامة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.